طب يعني رايك بكره مرونة في الطريق واحنا بنلعب الداخليه، فريق الداخليه يعني فريق لسه طالع من الدوري الدرجه الاولى بيحاول يعافر في الدوري، عمل نتيجه مذهله امام بيراميدز، كسب بيراميدز 2-1 في مفاجاه من العيار الثقيل يعني، و عنده ماتش بكره يمكن لسه خسران من المصري 1-0 بالعافيه يعني امام النادي المصري، فهي مفيش مبقاش فيه مباراه سهله ومباراه صعبه صبري، لكن شايف ماتش في استاد القاهره والطريقه ايه الانسب والتشكيل اللي انت شايفه من ضمن الموجود ايه الافضل؟ طبعا زي ما انت قلت هي مباراه صعبه، ايوه مباراه صعبه وجايه بعد خساره 3 بونت وجايه بعد خساره مباراه، فمفيش اسم على اتنين، انت ان شاء الله باذن الله مطالب بكره ان انت تكسب المباراه بشكل واداء كويس، لكن زي ما انت قلت فريق الداخليه فنيا قريب من فريق اسوان، الفرق دي الدوافع اللي عندها لو طلعت بصورة كبيرة جدا بتقدر تتغلب على الفوارق الفنية اللي ممكن تحصل بينها وبين الفرق اللي بتلعبها، لو الفرق اللي بتلعبها أقوى منها فنيا، فبيشتغلوا على الدوافع بشكل كويس. نتائجهم انت قلت هم كسبوا بيراميدز، لكن قبل بيراميدز هم لعبوا سموحة اتعادلوا 0-0، لعبوا سيراميكا اتعادلوا 0-0، كسبوا بيراميدز، بعد بيراميدز لعبوا انبي، يعني هم في 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 في, في الطالع طبعا، لأن هم بدأوا بهزايم متتالية بالظبط كده. بدأوا مع سموحة لما تعادلوا عملوا نتيجة جيدة جدا طبعا، مع سموحة عملوا نتيجة جيدة جدا، مع سيراميكا وتعادلوا بالظبط، عملوا نتيجة فوق الممتازة مع بيراميدز وكسبوا واتغلبوا بالعافية 1-0، عملوا 0-0 مع انبي بعد بيراميدز طبعا، وبعد كده اتغلبوا 1-0 بالعافية، مباراة من انبي 1-0، لا من المصري، من المصري 1-0 اه. فإذا أنت من نتائج الفرقة في آخر 5 مباريات انت مع فرقه المستوى الفني بتاعها في الطالع، الفرقه الثقه والهدوء وثقتهم في الملعب زادت، فاذا انت هتلاعب فرقه هي اساسا كانت بتعتمد انها بتشتغل كوحده واحده، بتشتغل في النواحي الدفاعيه بشكل كويس جدا، عندهم المرتدات بيعملوها بشكل كويس، عندهم الافراد اللي يقدروا ينفذوها سواء حسين رجب او مصطفى فوزي او الراجل الافريقي كريستوفر جون، وبينزل سمير فكري في الشوط الثاني عشان كويس برضه لعيب كويس طبعا، لا بس بيبتدي ماتشات كتير على فكره، بيبدا بيه وبعدين بيحتفظ بيه في اوقات كتيره جدا عشان يشتغل كبير في السن، كان بيشتغل معاهم على طول في الممتاز به، ولكن ساعات يبدا بيه وساعات يحتفظ بيه، انا متوقع ان يحتفظ بيه بكره على حسب نتيجه المباراه علشان يعمل التغييرات بتاعته، لكن انت هتقابل فريق وعندهم راس حرب اسمه احمد رشيد باين، اللي جابوا الجونين في هو او كريستوفر بيلا بالظبط كده او حسين رجب، يعني كان عندهم لعيب كويس قوي صبري بدا مش عارف هو متعور ولا لا، اللي هو رقص اكرم توفيق في كوره كده وجابها جون في الاهلي، فاكر اللي هو جاب جون في الاهلي، جاب جون في الاهلي كده، كان رقص اكرم توفيق لعيبه بالعرض جاب جون، كان لعيب ناحيه الشمال كده بيرقص ويعدي افريقي اللي هو تقريبا كويس جدا، مش عارف ده مصاب ولا لا، فانوم الفريد تقريبا، هو فانوم ده تقريبا، لان موجود فانوم ده الماتش اللي فات نزل مكان حسين رجب، هو فانوم ده اللي كان بيشتغل في الخط اللي قدام قدام على الشمال كده، هم فرقه بيشتغلوا كوحده، فرقه كويسه، ايوه فرقه كويسه فنيا يعني اقل منك لكن مهم جدا 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 ان انا بكره اشوف الروح اللي انا شفت فيها فرقه الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك في مباراه الاسماعيلي، اخر مباراه مع نادي الاسماعيلي، لازم اشوف الدوافع دي، لازم اشوف الروح دي، لازم اشوف القتال جوه الملعب، لازم اشوف طيب. الاراده وثقافه الفوز كمان. انسب التشكيل ايه يا صبري بكره اللي هو بدا بيه؟ يعني خلاص يعني هو هيشتغل بالشكل ده، من مباراه الاسماعيلي بدا بتشكيل وبعدين مباراه اسوان بدا بنفس التشكيل. انت دلوقتي يعني معناها كده هتلعب بعواد مظبوط، طب هتلعب بقى انت عندك 4 تختار منهم 3 اللي هو حمزه المسلوسي ده اساسي مزبوط. انا شايف حمزه على فكره مستواه عالي جدا بالظبط، وعلى فكره ماتش اسوان كان كويس وهو اللي عامل الشكل الدفاعي بصوره كويسه وانت بتلعب 4 بالظبط، حمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد، مين الثالث بقى عبد الغني ولا زناري؟ هيبقى عبد الغني طيب هتلعب بقى ب3 ورا ولا 4-3-3؟ هيبقى 4 فتوح يكمل الرابع بتاعه ناحيه البتاع و3 في نص الملعب هيبقى دونجا السيسي امام عاشور، لا مش هيبقى 3 اللي عمل الجول هيبقى 3 من قدام، اتمنى سامسون ياخد الفرصه يبتدي عادي، مفيش يعني انت شايف امام والسيسي
ودونجا, ودونجا تحتهم ستة. وقدام سامسونج, سامسونج فيرويد, وزيزو, زيزو ومصطفى شلبي. مصطفى شلبي يعني يبدا بمصطفى, يبدا في الكل في الكل علشان تبقى تعمل تغييراتك ان شاء الله وانت باذن الله كسبان. لكن هو ده انسب تشكيل. المتغيرات اللي بتحصل في الفرقه بقت دلوقتي واحد او اتنين بس, مش 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 كتير. هو مستقر على الفرقه دي من مباراه الاسماعيلي, وكان قبل مباراه الاسماعيلي كمان. فانا اتوقع ان هو هيبدا بالشكل ده, وان شاء الله ربنا يوفق باذن الله.